بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبنائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أستاذك في بيتك، هندسة كهربائية. حصتنا اليوم أبنائي التلاميذ فقط خصصتها للسنة الثانية هندسة كهربائية، سنة ثانية ثانوي هندسة كهربائية تقني رياضي، وذلك نزولا عند طلباتهم المتزايدة أبناء التلاميذ، لأنهم مقبلين على امتحان الثلاثي الأول، فارتأيت أن أقوم بحل اختبار نموذجي درست في هذا النظام الآلي. إذن مع الأسئلة مباشرة أبناء التلاميذ، أتمنى أن تركزوا معي لأن فهم السؤال ثلثي الإجابة في التكنولوجيا أبناء التلاميذ. إذن الوصف عبارة عن نظام مراقبة سخان مائي. إذا مستوى الماء في الخزان مراقب بملتقطين NB وN H N bar وN O، يعني علوي وسفلي. الماء في المستوى السفلي معناته NB تساوي 1، والمستوى في الماء في المستوى العلوي معناته NB تساوي 1. إذا الماء مستوى علوي، الماء مستوى سفلي. ناهيك عن مستوى الماء ضعيف، معناه الماء راه تحت المعتاد، يعني تحت NB، يعني NB تساوي 0 وN H تساوي 0. الخزان مزود بمقاومة تسخين R، هذه مقاومة تسخين. درجة الحرارة مراقبة كذلك بواسطة ملتقطي أو ملتقط حراري بعتبتين. الملتقط الحراري هذا لديه العتبة TH وTB. إذا كان TH يساوي 1 درجة الحرارة في المستوى أو منخفضة، وإذا كان درجة الحرارة أو درجة حرارة مرتفعة TH تساوي 1. وإذا كان أبنائي تلاميذ TB تساوي 0 وTH تساوي 0، يعني هذه درجة حرارتها منخفضة جدا. وأما إذا كان TB تساوي 1 وTH تساوي 1، هذه حالة لا يمكن أن تحدث في النظام الآلي. التشغيل أبنائي تلاميذ، الصمام في هذا يسمح بملء الخزان إذا لم يصل الماء إلى المستوى العلوي، يعني ما يفيضش الماء، يعني الماء في هذا المستوى ممكن للخزان الكهرباء الصمام أن يصب الماء في الخزان. النظام لا يسمح بالتسخين ما دام مستوى الماء ضعيف. عندما يكون مستوى الماء ضعيف، يعني تحت الNB في الحالة هذه، درجة الحرارة لا أو عملية التسخين لا تتم، وما عدا ذلك تتم عملية التسخين. فقط عملية التسخين تتم إذا كان TH لا يساوي 1. إذا كان يساوي 1 ما تمش عملية التسخين، لأنه وصلنا إلى العتبة العلوية، يعني درجة حرارة مرتفعة، تتوقف عملية التسخين. ولا يسمح كذلك بالملء ما دام درجة حرارة منخفضة. عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، يعني TB تساوي 1 أو TB تساوي TH وتساوي 0. إذا الآن نمر إلى الصفحة أو الشاشة الموالية. إذا الشاشة هذه أبناء التلاميذ فيها بعض الخصائص للأجهزة وبعض المميزات، هذا طبعا فيها بعض الأشكال، هذه عندما نحتاج إلى هذه الشاشة سوف نعود إليها مرة أخرى. الآن نمر إلى الشاشة الموالية. إذا لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، هذه عبارة عن أسئلة الامتحان، هذا الاختبار أو هذا الامتحان. يمكنكم أن تنقلوا هذه الأسئلة وتحاولوا أبناء التلاميذ في هذا الامتحان قبل ما تشوفوا الحل. الآن نمر مباشرة إلى الإجابة عن الأسئلة. إذا هذه الشاشة الأولى للسؤال الأول، عين طبعا هنا مداخل ومخارج هذا النظام الآلي. إذا هذا النظام الآلي أبناء التلاميذ، نبدأ بالمخارج. ما هي إلا عبارة عن في الكهرباء صمام ومقاومة التسخين R، هذه بالنسبة للمخارج. وباقي المتغيرات هي متغيرات دخول، اللي هي أبناء التلاميذ عتبتي التسخين TH وTB، هذه عتبتي التسخين، وكذلك الملتقطات التي تبين المستوى العلوي والمستوى السفلي للماء، إذا NB وNH. إذا هذه كامل متغيرات دخول. الآن مباشرة وبدون إطالة أبناء التلاميذ، نمر إلى جدول الحقيقة لهذا النظام، إنشاء جدول الحقيقة لهذا النظام. أبناء التلاميذ لاحظوا جيدا، ممكن في الجدول في الأسئلة يعطيك ترتيب بتاع متغيرات الدخول والخروج، وممكن أنه في هذه الحالة في التمرين هذا ما دام أعطاك تحديد متغيرات الدخول والخروج، هذا لازم ترتبهم أنت بنفسك. الآن نمسح جميع متغيرات الدخول أبناء التلاميذ. لكي نمسح جميع أو نذكر جميع متغيرات الدخول بالترتيب دون نسيان ودون تكرار، كما سبق وأن ذكرت في الدرس في درس من الدروس، يجب أن نتبع الطريقة التالية في ملء جدول الحقيقة متغيرات الدخول. إذا نبدأ بالمتغير الأول 0 1 0 1 وهكذا. إذا يتغير في كل مرة من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0.
متغير الدخول الثاني يتغير مرتين 0011 وهكذا 0011 وهكذا. هذا بالنسبة لمتغير الدخول الثاني يعني اللي في الرتبة الثانية، هذا الأضعف ثقل ثم الذي يليه ثم هذا الأكبر ثقل. الآن هذا يتغير ربع مرات، ربع أصفار ثم ربع واحد، كل ربع مرات يتغير مرة. إذا هذا متغيرات الدخول. الآن المتغير الدخول الرابع يهز 8 أصفار ثم 8 واحد، 8 خانات تأخذ القيمة المنطقية واحد منطقي. هكذا أبنائي التلاميذ نكون قد مسحنا جميع الاحتمالات الممكنة دون تكرار ودون نسيان، ما تصير حتى حالة. الآن شوفوا أبنائي التلاميذ، يجب أن تفهم جيدا طريقة تشغيل النظام الآلي لكي تستطيع أن تستخرج متغيرات الخروج بدلالة متغيرات الدخول. إذا دعونا نرسم المستوى، هذا NH وهذا NB. إذا هذا هو الخزان أبنائي التلاميذ. لاحظوا جيدا، كان بعض الحالات هنا أبنائي التلاميذ نمسحها مباشرة ثم نكمل. ما هي هذه الحالات؟ إذا عندما يكون NH، لاحظوا جيدا هذا الربع حالات أبنائي التلاميذ، عندما يكون NH يساوي واحد منطقي والNB يساوي صفر، كيفاه الماء وصل إلى NH ولم يصل للNB؟ مستحيلة. إذا هذه الحالة لا يمكن أن يقع فيها النظام الآلي. إذا المخارج تأخذ القيمة X، إذا المخارج تأخذ القيمة X، مستحيل يعني النظام الآلي هذا الماء موجود في المستوى العلوي وغير موجود في المستوى السفلي. إذا هذه الحالات متغيرة الخروج تأخذ X، لأنه لم تحدث هذه الحالة بأي شكل من الأشكال. كذلك TH والTB، مستحيل النظام الآلي يكون يعني عملية التسخين في العتبة العلوية والسفلية في آن واحد. إذا كذلك هذه نضعها X أبنائي التلاميذ. إذا وين نلقاو واحد واحد في TH والTB نضعها X، إذا في المخارج نضعها X. يعني هذه الحالات أبنائي التلاميذ لم نقع فيها أبدا، يعني ما يكونش فيها النظام الآلي أبدا. الآن نمر إلى الحالات الأخرى لكي نحدد متغيرات الخروج. نبدأ في إذا نحن جيدا هذا، إذا الآن بي والآن آش تساوي صفر صفر. إذا هذه الحالة الفي يشتغل، لماذا؟ لأن الخزان فارغ تماما والمستوى الماء ضعيف، إذا يشتغل الفي. نفس الشيء هنا نحن جيدا أبنائي التلاميذ، إذا هنا البي هو اللي مؤثر عليه الماء وغير مؤثر على الآن آش، يعني هنا أكيد عملية ضخ الماء سوف تكون ناهيك عن يجب أن يكون درجة حرارة لا تكون ضعيفة. لاحظوا جيدا أبنائي التلاميذ، صفر صفر في الآن في التي بي والتي اش معناتها باللي درجة الحرارة لم تصل حتى إلى المستوى السفلي، يعني راها منخفضة تماما، إذا لا يجب ضخ الماء، إذا هنا صفر. هنا كذلك هنا الآن هنا مستوى أو درجة حرارة عالية يمكن صب الماء. الآن هنا درجة الحرارة منخفضة كذلك، لاحظوا التي بي يساوي واحد والتي اش يساوي صفر، لا يمكن ضخ الماء. الآن نفس الشيء الحالة هذه هنا أبنائي التلاميذ، بما أنه التي الآن بي والآن اش كلاهما مضغوط، يعني رانا في المستوى العلوي للماء، إذا هنا لا يمكن للفي أن يشتغل. إذا هنا صفر، هنا صفر، هنا صفر، لا يمكن للفي أن يشتغل، يعني كرسما لا يصب الماء لأن الماء في المستوى العلوي للخزان. الآن نمر إلى R، عملية التسخين. لاحظوا جيدا عندما يكون الماء في المستوى السفلي أو ضعيف جدا، إذا لا تتم عملية التسخين، إذا أصفار. الآن عندما يكون الماء، لاحظوا جيدا أبنائي التلاميذ، الماء كي تكون NB تساوي 1 و NH تساوي 0، هذه الحالات الأربعة أبنائي التلاميذ، هنا في هذه الحالة الماء قد ممكن يكون الماء في هذا المستوى أو في هذا المستوى أو في هذا المستوى، يعني ما بين الآن بي والآن آش. إذا يمكن عملية التسخين فقط إذا كان الآن آش أو تي بي، إذا تي بي تساوي صفر وتي آش تساوي صفر، إذا هنا يمكن عملية التسخين، يعني درجة حرارة منخفضة منخفضة جدا. الآن درجة الحرارة في هذه الحالة لاحظوا جيدا تي اش واحد وتي بي تساوي صفر، يعني هنا راها درجة الحرارة في المستوى العلوي، إذا يجب أن نوقف عملية التسخين. الآن عملية درجة الحرارة في المستوى السفلي، إذا هنا يمكن عملية التسخين. الآن الحالات هذه الأخيرة أبنائي التلاميذ، إذا الماء طبعا موجود في المستوى العلوي. الآن
إذا كان التي اش والتي بي صفر صفر، إذا تشتغل درجة حرارة درجة تشتغل المقاومة في التسخين أو تقوم بالتسخين. هنا مستوى علوي لدرجة حرارة إذا تتم عملية التسخين، هنا مستوى سفلي لدرجة حرارة إذا تتم عملية التسخين. إذا هذوما متغيرات الخروج أبناء التلاميذ. الآن نمر مباشرة بدون إطالة إلى نقل جدول الحقيقة إلى جدول كارلون لاستخراج المعادلات، معادلات التشغيل لكل من V و R. إذا نبدأ بمعادلة V، لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، إذا هذا جدول كارلون لمعادلة V. نفس الشيء أبناء التلاميذ، كما جرت العادة نضع متغيرات الدخول، إذا هذا تي اش، هذا تي بالترتيب، هذا أبناء التلاميذ، هذا تي بي، هذه ان اش، وهذا ان بي مستوى السفلي. إذا الآن هذا صفر صفر، لاحظوا جيدا، صفر صفر، صفر واحد، واحد واحد، واحد صفر، هنا كذلك صفر صفر، صفر واحد، واحد واحد، واحد صفر. إذا نتبع دائما هذه الطريقة أبناء التلاميذ. إذا الآن نصب، لاحظوا جيدا، لو يعني دير ورقة خارجية أبناء التلاميذ وحاولوا تتأكدوا. إذا لو رتبنا جدول الحقيقة من صفر إلى 15، راح نجد جدول كارنو مرتب كذلك 0 1 2 3 4 5 6 7، ونخلف السطر هذا 7 8 9، نخلف العمود هذا 10 11، هذه 12 أبنائي التلاميذ، 13 خلف العمود 14، وهذه 15. إذا هذا الترتيب في جدول كارنو، يعني هذه الخانة مثلا، هذه الخانة تمثل الخانة السادسة 0 1 2 3 4 5. إذن هذا هو، هذه الخانة هي، أو هذا السطر تمثله هذه الخلية أو هذه الخانة في جدول كارنو، وكذلك جميع الخلايا بالترتيب. إذن حاولوا تتأكدوا منها أبناء التلاميذ في ورقة خارجية. التلاميذ لاحظوا جيدا، إذن في الربع أسطر الأولى 1 1 1 إكس، إذن هنا 1 1 1 إكس. الآن كذلك لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، الربعة الأخرى x x x x ربع x، إذا x x x و x. الربعة الموالية أبناء التلاميذ، لاحظوا جيدا، إذا هذو ربعة، هذو ربعة، وهذو ربعة، وهذو ربعة. الآن الربعة هذه 0 1 0 x، نخلف السطر هذا 0 x 0، لاحظوا جيدا 0 1 عفوا 0 1 0 x 0 1 0 x. الربع الأخيرة صفر 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 إكس، صفر صفر إكس، عفوا صفر 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 إكس، إذا صفر 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 إكس. إكس هذه معناها أبناء التلاميذ يعني باستطاعتك أنك تأخذها واحد أو تأخذها صفر حسب الحاجة. إذا لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، إذا معادلة هذا المخرج في، راح نهز هذا التجميع، شوفوا أبناء التلاميذ، نقدر نهز هذا التجميع تاع ربعة، ونقدر نهز تاع ثمانية، يعني نعتبر الإكس هذه واحد منطقي باش تخرج المعادلة بسيطة. ها إذا هذا التجميع ربعة تاع ثمانية خانات، كذلك لدينا تجميع نأخذ هذا الإكس يساوي واحد، ونفس الشيء هذا إكس نأخذه يساوي واحد، إذا نأخذ هذا التجميع. إذا هذا التجميع تاع ثمانية أبناء التلاميذ، متغيرات الدخول تي أش وتي بي تغيرت كامل أبناء التلاميذ. الآن عموديا لدينا اللي ما تغيرش هو تي بي، ناخذ صفر، اذا تي بي بار، تي عفوا ان بي بار، ان بي بار، او هذا التجميع لربع خانات وش يعطيني الان في متغيرات الدخول تي اش وتي بي، اللي ما تغيرش هو تي اش، اذا تي اش، تي اش، لاحظوا جيدا هز واحد منطقي، وعموديا لدينا اللي ما تغيرش هو ان اش بار، ان اش بار. اذا ما بين السطر هذا والسطر هذا اللي ما يتغيرش هو ان اش بار، هذا صفر. اذا هنايا هذه معادله في اللي هي اكتبوها في ورقه خارجيه، اذا لانه نحتاجوها بعد، في تساوي ان بي بار او تي اش وان اش بار. الآن نروح إلى معادلة أو استخراج أو اختزال معادلة الآر، نفس الطريقة أبناء التلاميذ، نصب جدول كارنو، جدول حقيقة في جدول كارنو بنفس الكيفية. إذا هنا نضع صفر 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 إكس، ثم ربع إكس، ثم بعد ذلك واحد صفر واحد إكس، واحد
صفر واحد إكس، دائما خلف السطر وخلف العمود قبل التلاميذ، ومن بعد واحد صفر واحد إكس، واحد صفر واحد إكس. إذا لاحظوا جيدا الآن متغيرات أو متغير خروج هذا قلنا هو R، إذا R وش يساوي؟ إذا راح نجمع هذا هذا الخانتين مع هذا الخانتين فقط. إذا هذا X كامل نعتبرهم أصفار لأن ما نحتاجهمش أبناء التلاميذ. الآن هذا المتغيرات هذا الخروج متغير خروج وش راح تكون وش يساوي لدالة متغير الدخول. إذا هنا اللي يتغير ما بين العمود هذا والعمود هذا اللي يتغير هو تي بي، إذا تي اش يأخذ القيمة صفر منطقي اللي هي إذا تي اش بار. وعموديا الآن ما بين هذا العمود وهذا السطر وهذا السطر، إذا اللي ما تغيرش هو ان بي، إذا هو ان بي، إذا تي اش بار وان بي، إذا هذا هو متغير الخروج ار وش يساوي. الآن نمر أبنائي التلاميذ إلى الإجابة عن السؤال الخامس. الآن أبناء التلاميذ نمر إلى هذه الشاشة وهي الإجابة عن السؤال الخامس. إذا كتابة معادلة المخرج R بدلالة بوابات نفوة فقط، يعني ناند. إذا شوفوا أبناء التلاميذ لدينا R تساوي استخرجناها من جدول كارنو، المعادلة المختزلة هي TH بار و NB. إذا هذه المعادلة أبناء التلاميذ يكفي أني ننفيها مرتين فقط، لاحظوا جيدا، وتساوي تي اش بار و ان بي. عندما ننفي هذه المعادلة أو هذه العبارة مرتين لا يتغير شيء، يعني نضع مرتين النفي فوق هذه المعادلة. إذا راح نحصل على معادلة باستعمال البوابة المنطقية لوا فقط. إذا لدينا تي اش ننفيها ببوابة لوا، وهذا تي اش بار وان بي الكل بار هذه بوابه، ونزيد ننفيها كذلك ببوابه، اذا ثلاث بوابات. اذا نمر الان الى التركيب ابناء التلاميذ، امر بسيط جدا. لاحظوا جيدا ابناء التلاميذ، سوف نقوم بتجسيد هذه المعادله باستعمال الداره المندمجه 7400. هذه الداره المندمجه في التكنولوجيا تي تي ال ما هي الا عباره عن اربع بوابات لوا. لاحظوا جيدا ابناء التلاميذ، اذا اقطاب هذه الداره المندمجه نزيد نفكر بها. إذا واحد اثنين ثلاثة هذه البوابة الأولى اللي هي واحد اثنين مدخلها وثلاثة مخرجها، وكذلك بالنسبة للبوابات الأربعة الأخرى لدينا في سي سي لابد من تغذية هذه الدارة المندمجة من المدخل 14 اللي هو زائد في سي سي، وكذلك الجي ان دي اللي هو الكتلة مربوط إلى الصفر فولت. لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، إذا هذه تغذية الدارة المندمجة. إذا لاحظوا جيدا هنا ساعدناك في الحل. إذا تي اش هو مدخلين للبوابة لوا الأولى، إذا راح يخرج لي هنا أبناء التلاميذ تي اش بار، تي اش بار هكذا. إذا 11 هو مخرج البوابة الأولى. الآن مخرج البوابة الأولى يدخل إلى مدخل البوابة اللي هي 10 لمدخل البوابة الثانية مع الان بي، إذا الان بي وتي اش بار تعطيني تي اش بار. لاحظوا جيدا هذا المخرج أبناء التلاميذ هو تي اش بار و ان بي الكل بار. اذا هذا ابناء التلاميذ يجب ان ندخله كذلك الى بوابه لاوا هكذا. اذا هذه البوابه لاوا هذه الثالثه، هذا المخرج هذا هكذا، اذا ناخذه الى البوابه لاوا، وهذا المخرج هو ار، اذا هذا هو المخرج ار. اذا هذا فيما يخص تجسيد المعادله المنطقيه للمخرج R لمقاومة التسخين باستعمال الدارة المندمجة 7400. الآن نمر إلى الإجابة أو على للإجابة عن السؤال السابع. إذا نمر مباشرة إلى الشاشة الموالية أبناء التلاميذ ونقوم بمسح الشاشة. لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، الآن السؤال هذا ماذا يقول؟ إذا هذه الشاشة موالية أبناء التلاميذ، السؤال رقم 7، ما هو اسم ونوع العناصر التالية؟ العنصر الأول في واحد، العنصر الثاني 2 آن 22A يعني 22 و RT. إذا هذه العناصر موجودة في هذا التركيب شكل واحد، إذا هذا الشكل واحد. لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، هذا عبارة عن ثنائي ضوئي أو صمام ضوئي، صمام ضوئي نسميه LED باللغة الأجنبية، LED صمام ضوئي.
كذلك 22-22 A عبارة عن مقحل ثنائي قطبية أبناء التلاميذ من النوع NPN. لماذا؟ لأن السهم خارج أبناء التلاميذ. لاحظ جيدا، إذن عبارة عن مقحل، هو مقحل ثنائي القطبية من النوع NPN. إذا RT هذه عبارة عن مقاومة، لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، يمكنكم أن تعودوا إلى خاصية أو منحنى خاصية تغيرات المقاومة RT بدلالة درجة حرارة، راح نلقى أنه أو نجد أن كلما زادت درجة الحرارة زادت قيمة المقاومة، وكلما نقصت درجة الحرارة نقصت قيمة المقاومة RT. إذا هذه عبارة عن مقاومة حرارية ذات معامل حرارة موجب. إذن CTP يسميها CTP ستو ريزيستانس ترميك افيك كوفيسيون دو تمبيراتور بوزيتيف. إذن السؤال الثامن، احسب قيمة RT المقاومة RT من أجل العتبتين درجة حرارة 26 درجة و 78 درجة. إذن أبناء التلاميذ كذلك هنا لدينا يجب أن نرجع إلى شاشة الخاصية. إذن نرجع إلى شاشة الخاصية ثم نعود إليكم مباشرة. إذن لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، شاشة خاصية تغيرات درجة الحرارة أو المقاومة بدلالة درجة الحرارة، لاحظوا جيدا. إذن لدينا RT تساوي R0 في 1 زائد ألفا في T، حيث R0 هي درجة الحرارة أو قيمة المقاومة R0 من أجل درجة حرارة 0 درجة. إذن منين نستخرجها؟ من هنا. إذن لاحظوا جيدا، عندما تكون درجة حرارة تساوي 0 درجة مئوية فإن المقاومة R0 تساوي 100 أوم. إذن كذلك ألفا معامل قيمته 38.5 في 10 قوة ناقص 4، الوحدة هي 1 على درجة مئوية. إذا أبناء التلاميذ نقدر نعوض قيمة المقاومة أو قيمة درجة الحرارة في المعادلة، راح نجد قيمة درجة أو قيمة المقاومة، وممكن أن نعوض أو نرسم أو نعين درجة الحرارة في هذا المنحنى وندير عملية إسقاط، راح نجد قيمة المقاومة، لكن نستعمل العلاقة مباشرة أفضل. إذا نرجع إلى الشاشة، إذا إلى شاشة الإجابة عن السؤال الموالي. إذا نجيب على السؤال أبناء التلاميذ، لاحظوا جيدا، إذا لدينا RT تساوي، إذا حسب العلاقة تساوي R0 في 1 ناقص أو زائد عفوا زائد 38 اللي هي ألفا، لاحظوا جيدا، ألفا في T. إذا هنا لدينا R0 تساوي 100 أوم، والفا تساوي 38.5 في 10 قوة 4، وبالتالي راح تساوي العلاقة 100 في 1 زائد الفا اللي هي قلنا 38.5 في 10 قوة ناقص 4 في T. إذا هذه العلاقة التي من خلالها نستطيع أن نحسب RT من أجل 26 درجة ومن أجل 78 درجة. إذا الآن حساب، الآن من أجل T تساوي، الآن من أجل T تساوي 26 درجة مئوية سيلسيوس، فإن قيمة المقاومة RT تساوي، إذا RT تساوي 100 في 1 زائد 38.5 في 10 قوة ناقص 4 في درجة الحرارة في هذه الحالة هي 26 درجة. فقط نعوض، راح نجد أن القيمة RT تساوي 110 أوم. إذا هذه القيمة من أجل T تساوي 26 درجة. الآن من أجل تساوي القيمة 78 درجة مئوية. إذن راح تكون RT في هذه الحالة تساوي 100
في 1 زائد 38.5 في 10 قوة ناقص 4 في 78 درجة، وبالتالي RT في هذه الحالة راح تساوي 130 درجة مئوي أوم عفوا. إذا RT في هذه الحالة راح تساوي 130 أوم. نمر للإجابة عن السؤال التاسع أبناء التلاميذ، احسب VBU من أجل العتبتين السابقتين، وما هي حالة المقهل في الحالتين؟ إذا الآن أبناء التلاميذ لاحظوا جيدا، إذا VBU هو التوتر بين طرفي الجامع أو القاعدة والباعث، إذا VBU بين القاعدة والباعث. لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، إذا هذا التوتر هو نفسه بين طرفي المقاومة R. إذا المقاومة R أبناء التلاميذ، لاحظوا جيدا التيار الذي التوتر بين طرفي المقاومة R كيف نحسبه؟ نحسبه بالطريقة التقريبية. إذا كان اعتبرنا هذا التيار EB أبناء التلاميذ تيار ضعيف مهمل بالنسبة إلى التيار الذي يعبر RT و R، فإن نقدر أو نستطيع أن نعتبر أن RT على التسلسل مع R، يعني التوتر بين طرفي المقاومة R يساوي اللي هو VBU، نقدر نعتبره يساوي R باستعمال قاسم التوتر R على R زائد RT في VCC، توتر VCC. إذا هذه هي قيمة VBU، وبالتالي راح نحسب قيمة VBU من أجل RT تساوي 110 أوم، ومن أجل RT تساوي 130 أوم. إذا في هذه الحالة VBU، إذا هنا من أجل RT تساوي 110 أوم، فإن VBU تساوي، فإن VBU تساوي، نعوض فقط، إذا VBU تساوي أبناء التلاميذ، نعوض في العلاقة، إذا 20 على 20 أوم زائد 110 في VCC اللي هي 5 فولت، وبالتالي القيمة راح تساوي 0.76 فولت. إذا الآن من أجل RT، لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، من أجل RT تساوي 130 أوم، فإن VBU في هذه الحالة VBU يساوي، نعوض، 20 على 20 زائد 130 أوم في 5 راح تساوي 0.66 فولت. لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، من أجل VBU يساوي 0.76، هذا التوتر المطبق على قاعدة باعث أكبر من التوتر المعطى من طرف الصانع اللي هو VBU صاد. إذا المقحل وش به الآن؟ الآن المقحل عبوري. في الحالة الثانية أبناء التلاميذ، التوتر المطبق على المقحل في هذه الحالة أصغر من التوتر VBU صاد المعطى من طرف الصانع، وبالتالي المقحل محصور، يعني غير عبوري. إذا هذه الحالة، حالة المقحل في الحالتين. الآن السؤال العاشر، إذا كان التيار المار في المقاومة RC، لاحظوا جيدا السؤال هذا بسيط جدا أبناء التلاميذ، إذا هذا هو التيار EC الذي يعبر المقاومة RC عندما يكون المقحل عبوري، إذا يساوي 10 ملي أمبير، في هذه الحالة أحسب التيار التشبع EB، إذا EB يساوي، إذا لدينا، لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ، لدينا بيتا تساوي EC على EB، وبالتالي يستلزم أن EB يساوي EC على بيتا. نعوض، إذا هنا تطبيق عددي، وبالتالي EB يساوي التيار 10 ملي أمبير في 10 قوة ناقص 3 على 100، وبالتالي تساوي 0.1 ملي أمبير. إذا التيار EB في هذه الحالة يساوي 0.1 ملي أمبير. الآن نمر إلى للإجابة عن السؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 11. نمر إلى الإجابة للإجابة عن السؤال 11، ما هو اسم ودور العنصر D2؟ إذا العنصر D2 أبناء التلاميذ في الدارة الموجودة أو الموظفة في الشكل الواحد من خلال الرمز عبارة عن ثنائي زينر أو صمام زينر. إذا ثنائي زينر، إذا ما هو دوره؟ دوره تثبيت التوتر، تثبيت التوتر، إذا تثبيت التوتر بين طرفي هذه الدارة.
نعم جيدا. كذلك السؤال الثاني عشر، ما هي حالة العنصر سي وما قيمة التوتر بين طرفين عند النقطة الزمنية تساوي 440 ملي ثانية؟ إذا العنصر سي هذا عبارة عن مكثفة في حالة الشحن، لأن السي الآز هذه القاطعة مغلوقة، عندما تغلق القاطعة تبدأ عملية الشحن لهذه المكثفة. إذا عبارة عن مكثفة في حالة الشحن. إذا نحن جيدا أبنائي التلاميذ، عبارة الشحن أو شحن المكثفة تعطى وفقا للعبارة التالية: VC بدلالة الزمن تساوي VCC في 1 ناقص E أس ناقص T على طول اللي هو R في C. إذا الآن أبنائي التلاميذ، من أجل T يساوي 440 ملي سكوند، إذا هنا و R تساوي 1 كيلو أوم، R تساوي 1 كيلو أوم، و C تساوي 220 ميكرو فاراد. إذا هذه المعطيات تاع التمرين 220 ميكرو فاراد، فإن التوتر VC المناسب لهذه النقطة الزمنية يساوي إذا VC لربع أو 0.44 ثانية، لأنه يحولها هذه إلى الثانية قسمها لألف تعطيني 0.44، وتساوي VCC هنا أبنائي التلاميذ 5 فولت، إذا 5 في 1 ناقص E أس ناقص T اللي هي 0.44 على R اللي هي 1000 أوم في 220 ميكرو فاراد، حولها إلى فاراد نضربها في 10 قوة ناقص 6. وبالتالي بعد حساب باستعمال الآلة الحاسبة راح نلقاو VC في هذه الحالة، VC يساوي 4.31 فولت. إذا هذا هو VC، التوتر بين طرفي مكثفة عندما يكون الزمن يساوي 0.44 ثانية. الآن السؤال الأخير أبنائي التلاميذ، هو السؤال 13. إذا هنا عبارة عن ملتقط المستوي العلوي للماء يعتمد على الدارة الثانية، ما اسم العنصر X وتكنولوجية صنعه؟ إذا العنصر X هذا، لاحظوا جيدا أبنائي التلاميذ، عبارة عن بوابة لاوا 4011. إذا هذه البوابة لاوا ذات مدخلين، هي عبارة عن بوابة لاوا التكنولوجية سيموس. إذا هي بوابة لاوا، نقول ناند باللغة الأجنبية، في التكنولوجيا سيموس لأنها 4011. التكنولوجيا تي تي ال أبنائي التلاميذ دائما تبدأ ب 74 74. الآن دعونا نجيب على السؤال الموالي، اشرح عمل التقييد بملء الجدول أسفل هذا الجدول. إذا طريقة التشغيل لهذا الملتقط لمستوى العلوي للماء، لاحظوا جيدا أبنائي التلاميذ، لدينا هنا توتر زائد في موصول إلى المسبار، وهذا المسبار موصول إلى مدخل البوابة لاوا. إذا كان الماء أبنائي التلاميذ في هذا المستوى كما هو موضح في الشكل، فإن في آ موصولة إلى زائد في، يعني في آ تساوي زائد في. وإذا كان الماء لم يصل إلى هذا المستوى، فإن في آ موصول إلى الكتلة، يعني في آ تساوي صفر فولت. وبالتالي هذه البوابة تقوم بنفي هذه القيمة، لأنه وضعنا هنا في التمرين في تساوي زائد في واحد منطقي، في يساوي جي ان دي يعني الكتلة، يعني صفر منطقي. إذا في هذه الحالة احنا من الجدول على ضوء هذه المعلومة، إذا عدم وجود الماء معناتها في آ موصول إلى الكتلة، إذا صفر منطقي، وجود الماء موصول إلى زائد في آ وبالتالي واحد منطقي. إذا الفي بي يساوي عكس الفي آ، إذا كان الفي آ يساوي واحد منطقي، ولا إذا كان الفي آ يساوي صفر منطقي، الفي بي يساوي واحد منطقي، وإذا كان الفي آ يساوي واحد منطقي فإن الفي بي يساوي صفر منطقي، لأن البوابة هذه تنفي القيمة هذه. وبالتالي لاحظوا جيدا، إذا كان الفي بي يساوي واحد منطقي معناتها هذا موصول إلى الزائد في، إذا كان هذا موصول إلى الزائد في فإن هذا ثنائي الضوئي موصول بين طرفيه زائد في وزائد في، وبالتالي لا يشتعل، إذا صفر منطقي. الآن لو كان الفي بي يساوي صفر منطقي، لاحظوا جيدا الفي بي يساوي صفر منطقي،
اذا موصول الى كتله، اذا هذا النقطه موصوله الى كتله هي صفر منطقي، هي صفر فولت، يشتعل هذا الثنائي الضوئي وبالتالي التيار يسري في هذا الاتجاه، اذا واحد منطقي. اذا هكذا تنتهي هذه الحصه ابنائي التلاميذ، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم منها. فقط اتمنى التوفيق لتلاميذي السنه الثانيه المقبلين على الامتحانات، وكذا السنه الثالثه المقبلين على شهاده البكالوريا، اتمنى التوفيق للجميع كذلك السنه الاولى. فقط ابنائي التلاميذ ان اعجبتكم القناه فلا تبخلوا عليها بالدعم، وذلك بالاشتراك وتفعيل الجرس لكي تنتشر بين زملائكم الذين لم يسمعوا بها. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانتظروني في حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.